حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف كوزمو. حاب أجرب هذا المنتج لأنه يذكرني بفيلم وولي. اللي هو من أفضل الأفلام اللي شفتهم في تاريخ السينما. فاللعبة هذه راح أبطلها ونشوف شنو السبيشل فيها، ليش يسمونها The Coolest Robot Ever Invented. وتطلع اللعبة فوق بوكس فيه كتيبات، عندنا شحن الكوزمو، وعندنا الكيوبز هني حاطينهم فيهم مثل لزقة تسوي لها بول، وهذا هو الكوزمو. شكله كأنه وولي، في عنده مثل ذراعين يمين ويسار، وعنده مثل سلة يشيل فيها الظاهر الكيوب. فعلشان تستخدم الكوزمو لازم تنزل الابليكيشن. صوتها نفس صوت وولي. هلو. شكله مستانس. كوزمو قاعد يطالعني الحين بعيونه وعرفني انا. خالد. صح عليك. لازم تكون دائما شغال مع الابلكيشن علشان تقدر تتعامل مع كوزمو. شنو يعني معطيني هذا؟ شنو يعني؟ يقول لك كوزمو wants to play quick tap. لما يصير بوكس نفس اللون لازم نضغط عليه قبل الثاني. شفت شلون الحين فس عليك يا كوزمو؟ نفس اللون. لا غلط. عصب. اوف اسرع مني. حقير. غلط. تعجبني العيون الملامح اللي فيه. راح تشوفونه هني. هذا منو؟ عجبتني كوزمو من شركة أنكي، وأشوفها لعبة مميزة جدا. سعرها شوية غالي، لكن اللي فهمتها إن جهاز يتطور مع الوقت، يعاملك بطريقة مختلفة مع الوقت، ويتعلم عليك، يصير أصعب يصير سهل على طريقتك أنت تتعامل معه، وعلى طريقة شلون أنت تلعب على الابليكيشن. وأشوفه يعني شيء حيل يونس. في طريقة تقدر تي وظاهر وتبرمج اللي هو يسمونه SDK، تنزله وتنزل له مثل حركات أو تسوي له برمجة بطريقة حق الأطفال يحبون يدشون في مجال البرمجة. موجود هذا المنتج في amazon.com. إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، إذا ما عجبتكم تسوون ديسلايك. وايد مهم إن تسوون سبسكرايب. ياس كلهم يسوون سبسكرايب. كلهم يسوي سبسكرايب.